السلام عليكم. قبل فترة كنت نتمشى في واحدة من المناطق الشعبية في ليبيا وشفت يافطة مكتوب عليها باربر شوب كذا بالانجليزي مكتوبة هي. انا بحثتك يعني شوف اليافطة قدامي مش مثلا مكتوبة بالعربي الحلاق الفلاني وتحتها مكتوب باربر شوب كذا بالانجليزي، لا بس بالانجليزي مكتوبة باربر شوب كذا. قعدت نبحثك قلت زعمك الزباين متاع سياح، يعني منطقة ما فيش حتى سياح، يعني وحتى لو فيها سياح الزبون في الاساس هو زبون يحكي باللغة العربية، يعني نحن ما نبوش نفقد هويتنا، نحن نبو نعتز بها، ولكن مع ذلك لازم نتعلم لغات أخرى. خطين تحت كلمة لازم، هذه ميزة مش عيب. اللغات الأخرى مش عشان نتكلموا بها بين بعضنا في حياتنا اليومية، اللغات الأخرى تلزمك لما تسافر، تلزمك في طلب العلم، تلزمك في شغلك. والأجمل من هذا كله أن كل لغة تتعلمها أنت تعلمت معها حياة، طريقة تفكيرك بتتوسع ونظرتك بتبقى أشمل. خلينا نحكي بصراحة ومحدش يزعل، إذا أنت ما تتكلمش إنجليزي اليوم انت عندك مهاره مهمه ناقصه، لان في غيرك يتكلم لغات اكثر منك. اليوم نبي نشارك معكم الطريقه الافضل في رايي عشان تتعلم بها اللغات الجديده، سواء اللغه الانجليزيه او غيرها. اول حاجه تبي تختار اللغه المناسبه، طبعا اللغه الانجليزيه هذه مفروغ منها، اذا انت ما تتكلمش انجليزي لازم تبدا باللغه هذه، واذا تتكلم انجليزي لازم تدور تو اللغه الثالثه او اللغه الرابعه. لكن شنو اللغه هذه؟ لازم تكون اللغه اللي تفرق معك في حياتك، لغة تحبها، واحدة أنت مهتم بثقافة البلاد اللي منتسبة لها اللغة هذه. في واحدة ينقل لها ليديا ماكوفا وتعتبر بوليغلوت. شنو هو البوليغلوت؟ هو شخص اللي يتحدث لغات عديدة. ليديا هذه تحكي 8 لغات، هو يعتبر رقم عالي عند البوليغلوتس. ليديا حضرت أكثر من إيفنت اللي هو يجتمعوا فيها البوليغلوتس ويبقوا يستفيدوا من خبرات بعضهم. فسألتهم عشان تدير بحث عشان تستكشف الطرق المشتركة اللي ساعدت الناس هذوما إنهم يتعلموا لغات بسرعة. جاهزين تعرف واحدة من التركات المهمة؟ ممارسة اللغة من البداية، ما تستناش انك توصل لمستوى عالي فيها. حلاوة الموضوع انك تقدر تدير شيء هذا من وين ما انت قاعد، عن طريق صالونات المحادثة اللي موجودة في مراكز اللغة. هذه تقدر انك تدير براكتس للغة متاعتك مع الطلبة الثانيين. والطريقة الجميلة الاخرى تطبيقات متاعت المحادثة اللي تقدر تمارس فيها اللغة مع اهلها. شخص في اسبانيا يبي يتعلم عربي وانت تبي تتعلم اسبانيا في بلادك، تفيده ويفيدك، وقيس على ذلك باقي الدول. الحاجة الاخرى الكتب التعليمية، خلينا واضحين وصريحين، الكتب هذه قد تكون مملة احيانا. يعني انت ماسك كتاب اللغة الايطالية تقرأ علي لوكا في محطة القطارات في ميلانو، اوكي حيفيدك، لكن انت ماذا بيك تستمتع وانت تتعلم في اللغة؟ الاحسن منها انك تقرأ في حاجات انت تهمك. اقرا روايات بالالماني لو بتتعلمها، والمسلسلات والافلام مفيده بكل. في بدايه تعلمي للغه الاسبانيه كنت نتفرج على مسلسل لاتيني وكنت مركز معه واجد، كنت نقرا على الاندلس وكنت اسمع في اغاني باللغه الاسبانيه. في قصه مستحيل انساها صارت معايا، كنت نتفرج على واحد من المسلسلات اللاتينيه، في المسلسل هذا سمعت اغنيه جاز باللغه الاسبانيه عجبتني واجد، بعدها قعدت نسمع فيها ونسمع فيها لين حفظتها. وفي نفس الوقت كنت ندرس في اللغه الاسبانيه في طرابلس لمده 3 شهور، درست المستوى الاول وانتقلت بعدها للمستوى الثالث، تجاوزت المستوى الثاني. فنذكر في فتره الامتحانات كان الامتحان متاعنا في الاسئله المعتاده اللي هو اكمل بين الفراغات، اختار المالتيبل تشويس وغيرها من الاسئله هذينا. وقتها كنت ماشي صح، كنت نجاوب في الأسئلة هذه، الامتحان شبه قرب إنه يتم. نقلب الورقة نلقى إن فيه سؤال إسي طالبين مني إني نجيب موضوع من راسي ونكتب عليه قصة. يا جماعة الامتحان مازال عليه أقل من 5 دقائق، شنو الموضوع اللي توري بنخترعه أنا؟ مستوى اللغة عندي مازلت نتعلم يعني، شنو ندير شنو ندير؟ لامبا ولعت في راسي هيك، الله نكتب لها الأغنية هذه كاري. الأغنية شنو تقول؟ مي جاتو سي استاكي خاندو كي نو بوي دي باسيلار سي دوني كيري كي سي ميتي سو جاتا لو با بوسكار. Di notte brinca la berja che sta detrás de mi casa a ver si puede fugarse sin ella lo puedo ver y no tan pronto no tan pronto está de fiesta الى اخره. كتبتها بعد الاستاذ الله يمسيها بالخير لمت الاوراق بتاعتنا كلهم، وهي قاعده تراجع في الاوراق شكلها مسكت ورقتي وناس ما ضحك. انا على روحي شنو داير، قلت يستر الله ان شاء الله مش عارفه الاغنيه. فعلا طلعت مش عارفه الاغنيه، ولكن القصه ضحكتها وتقريبا اعطتني علامه كامله عليها. وهذه اول مره نحكيها، وهي ممكن تو لو تحضر الفيديو حتسمع الشيء هذا توجب اني دي حاجه خارج الصندوق اعذريني عليها. طبعا هي كانت استاذه اسبانيه وكانت عايشه في ليبيا، كانت استاذه هكي كبيره في العمر ونزيكه بكل، وتعلمت منها واجد. فتحيه لها، كانت دي تحضر في الفيديو هذا. فعلا الشخص اللي درسك لغه معينه اذا هو الشخص المناسب يزيد يحببك فيها. لما تعود ودنك على الاستماع للغه معينه سواء بالاغاني المسلسلات الافلام حتى البودكاست، انت هكي قاعد زي الاسفنجه اللي تشرب في الميه، تسمع في أهل البلاد كيف ينطقوا في الحروف، تتعلم بعض الكلمات الجديدة وتزيد تثبت الكلمات اللي أنت تعرفها من قبل. فكرة أنك تستمتع باللغة وتخليها جزء من حياتك. نذكر واحدة من الحركات المفيدة كانت أنك تطبع استيكرات، هذه في البداية طبعا أنت بتديرها، تطبع استيكرات عليها أسماء الحاجات. يعني مثلا تتعلم في الإسباني تحط على الاستيكر تكتب عليه ميسا وتعلقها على الطاولة.
خطرها. تخيل واحد يعلق ستيكر ويكتب عليه سيارة بالإسباني كوتشي، ويعلق على السيارة متاعته يبقى ماشي بيها في الشارع. هذه ما خطرتش علي والله. في نهاية الفيديو بنحكي لكم ملخص اللي هو النقاط اللي لازم تخليهم في بالك لما بتتعلم لغة جديدة. بس قبلها خلينا ننتقل ندير وطلع على الراعي للفيديو هذا، تارجت، واحد من مراكز اللغات الممتازة في ليبيا. اوكي يا جماعة، I want to show you the potential that you have if you are learning the language in here locally. How far can you go? Okay, what's your name? Rasha Al-Fnaif. Mu'taz Labira. Nice to meet you. Nice to meet you too. Shall I look here? No, look no, at no. Look at me. Look at the Oh, look at your face. All right. Mohammed bin Nur. What do you do? I'm an English teacher. And For also a student in the Faculty of Technical Engineering. I study chemical engineering. I teach part-time. I'm a teacher. I teach English here at Target and I also teach science. When did you start learning English? 11, 12 years old-ish. I took a couple of courses. And then the last course I took was in 2017. I took a pre-intermediate course and that was it. When I was 14. Where was that? It was at Target. Have you ever traveled abroad? Yes, I went to South Korea. South Korea. I saw your video. You had a video about buying and selling cars. That was amazing. And Thank now you. I saw it today and you're here, which is what a coincidence. Ah, my pleasure. باش تبقوا فاهمين، كانوا طلبة وتحولوا إلى مدرسين. شوف أنت يعني تبدأ أنت جاي تتعلم في لغة وبعدين أنت تلقى روحك أنت تتعلم فيها للناس. And how does it feel like to be an English teacher? It's very satisfying because you start with students from scratch. And you see all of your effort at the end of the course. How long do you think a student needs if they start from scratch to master the language? Around 2 years. Any tips for people who are learning English or any language? Okay, you're not gonna learn English, you're not gonna master English by taking classes. No class can provide that knowledge for you. This knowledge, you learn it in class based on the interactions with the teacher, but if you do not go and cover it at home, if you don't read books, watch movies, you're never gonna learn it. You can learn a language within a year if you insist on learning it, if you wanna learn it. Yes, yes, yeah. You maybe even smell smells, hear noises, yes? Okay, خلي نشوفوا بعض الطلبة توا. أهلا وسهلا. أهلا بك. Hi. What's your name? My name is Fatima Zahra Tahiri. How old are you? I'm 12 years old. From where? I'm from Morocco. Oh, Morocco! Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Aya Duzan. Nice to meet you. Me too, actually. So what do you do? I'm about to be a petroleum engineer, inshallah. I'm about to graduate. Tell me, what are your hobbies? I like horse riding and swimming. Learning English to travel to the UK and to complete my studies. I would be a teacher. But I would be also a dentist because my mother is a dentist. So, for how long you've been learning English? Since I was 8. Wow, and what's your level now? Intermediate A. So you came here in elementary B, then pre-intermediate A, pre-intermediate B, and intermediate A. All of this in just 1 year? Yes. Wow, شوفوا السنة واحدة قطعت 4 levels. Wow, bravo. Learning English, do you think it made a difference? Yes, of course. For me, I think English is a priority because to have a really good job in, like for example, service companies like Schlumberger, Harry Purton, English language, it's crucial, I think. شنو الطريقة اللي شخص يقدر يتعلم بها اللغة بأسرع وقت ممكن؟ السر في الإكسبوجر طبعاً، وكل ما يتعرض للشخص لكمية لغة بشكل مستمر هو هذا السر. يعني في 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 مركزنا هنا نشتغله بطريقة علمية اللي هي كل شيء يكون إنجليزي، وفي نفس الوقت نصنعه في كوميونيتي، يعني تكون عندنا مجتمع صغير خاص بنا نشتغله معاه، إنه هو تأسيسنا الأساسي إنه هو يكون فيه مناظرات بشكل شهري، يكون فيه ورش عمل، سيمينارز. أوكي، لو نقدر نلخص وتعلم اللغات بأفضل طريقة نقدر نقول لك كالتالي: أول شيء إنك تختار اللغة المناسبة، ثانياً أنك تستمتع خلال التعلم بأنك تخليها ضمن أسلوب حياتك،
ثالثا انه يكون عندك استراتيجية. شايف لو تكتب قدامك قائمة من الكلمات، كلمات جديدة في لغة معينة، صيني مثلا، وتبقى تحفظ فيه لمدة يوم كامل، هتحفظهم، هتذكرهم بكرة، ممكن بعد بكرة، لكن هي هتخزن في ذاكرتك قصيرة الأمد. تعال لي بعد شهر ولا بعد شهرين، هل هتتذكرهم؟ هنا يلزمك المراجعة، إنك دائما تراجع اللي حفظته، ومش بس إنك تراجع، لازم تستخدم الكلمات هذه بين الحين والآخر. وضمن استراتيجيتك كذلك، ما نقدرش نعزز لك بطريقة كافية أهمية ممارسة اللغة، سواء مع ناس تتعلم زيك أو مع أهل اللغة هذه. رابعا، إنك تدير سيستم. شوف كلنا مشغولين وكلنا يدوب قاعدين ملحقين نديره في مشاغلنا الأساسية، فإذا ما درتش خطة واضحة مش هتقدر تتعلم لغة جديدة. واحد من أمثلة عن السيستم اللي تقدر تديره، نقدر نقول إنك تقدر تحدد وقت معين أبكر شوية من الموعد اللي أنت تنوض فيه في الصبح. مثلا نقول إنك تبكر الموعد اللي تنوض فيه نص ساعة يوميا، النص ساعة هذه كل يوم تتعلم فيه حاجة جديدة، أو عدد معين من أيام الأسبوع تخصصها عشان ممارسة اللغة، وغيرها من الطرق. ابدع في السيستم وريني الإبداع متاعك. إن شاء الله عجبكم الفيديو، حبيت ندردش معكم في موضوع اللغة، واحدة من الحاجات اللي أنا شايف إنها مهمة جدا في حياتنا. صح هي ما هيش حاجة نستخدموها بيننا وبين بعضنا، ولكن هي حاجة تفتح لك فرص في الحياة، توسع لك مدارك تفكيرك. نختم الفيديو هنا ونتلاقوا في الحلقة الجاية. السلام عليكم.